السلام عليكم جميعا، انا ريني بنت القمص مرقص عزيز خليل. وفي الحقيقه الفتره اللي فاتت دي انا كنت نزلت كذا فيديو، يعني بعد ما والدي انتقل السنه اللي فاتت، وانتقل في مايو 2019، 7 مايو 2019. وبعديها انا كنت نزلت كذا فيديو كنت بتكلم فيهم على يعني الحاجات اللي انا شفت انها حصلت غلط في نهايه حياه ابونا مرقص عزيز، وكانت متعلقه كلها برئاسه الكنيسه، يعني حاجات رئاسه الكنيسه كانت عملتها في حق ابونا مرقص عزيز. وانا لغايه النهارده انا ما اتكلمتش على فكره، يعني انا ما حكيتش اي حاجه بالتفصيل، ما حكيتش اي ايه اللي حصل مع ابونا مرقص. فانا طبعا مقدره ان الناس ممكن تكون متلخبطه وممكن تكون يعني مش فاهمه انا بتكلم في ايه، بس ده لاني انا فعلا مش عايزه اتكلم يعني على الكنيسه، ولا عايزه اني اسبب عثرات لحد. بس في نفس الوقت انا متضايقه وتعبانه وزعلانه وغضبانه، ويعني مشاعر كتيره جدا جدا ملخبطه جدا جوايا من اللي حصل ومن اللي احنا مرينا بيه، من اللي احنا شفناه، لانه صادر من الكنيسه. اباء الكنيسه ممكن يغلطوا، ممكن يحصل منهم غلط، والبابا طبعا انسان ممكن يغلط وكل حاجه، بس لما يبقى في فرص انك تصلح ما بتصلح، ساعتها بيبقى في علامات استفهام كتيره، وساعتها بيبقى الموضوع بيتغير كان اللي حصل ده حصل عن قصد. يعني لو غلط حصل عن عمد بيبقى يعني مختلف كتير عن لو كان غلط حصل وصدر من شخص هو مش واخد باله او كان فاهم غلط. يعني انا ممكن التمس الاعذار لاي حد، بس لما احس ان قدامي ده حاسس او شاعر او مقدر هو عمل ايه، او هو يعني اتسبب في اذى شكله ايه لناس مالهمش ذنب في اي حاجه. عشان كده ممكن تلاقوني بتكلم اوقات، بحط بوستات على الفيسبوك، الناس تقول لي انت يعني بتهاجمي البابا. عمري ما تطولت على قداسه البابا، عمري ما غلطت في قداسه البابا، عمري ما طالبت باستقالته، عمري ما طالبت بانه لازم يقلب الدنيا على البابا. انا ضد كل الكلام ده، انا فعلا متضايقه وزعلانه من موقف قداسه البابا، لكن انا مش زعلانه من البابا مثلا في المطلق. يعني مش كل حاجه بيقولها انا بعترض عليها، ممكن اعترض على حاجات اللي بشوف ان فيها علاقه باللي حصل معانا. يعني مثلا انا معترض على اسلوب السياسه، فانا شايفه ان ده منهج لازم يتغير. طالما بتسبب في مشاكل كتيره في مواضيع مختلفه، فانا بطالب ان منهج السياسه ده يتغير. مش بطالب ان البابا يمشي، بس بقول ان احنا لازم نغير اسلوب التفكير، ولازم نغير اسلوب مواجهه يعني الامور ومعالجه المشاكل، علشان الموضوع عمال بيزيد. فانا مش شايفه اللي انا بقوله ده في حاجه يعني تتعارض مع اللوجيك. مش شايفه ان انا مثلا بتعدى على يعني عقيده او على ايمان او على حتى قداسه البابا نفسه. انا بقول يا ريت نغير اسلوب السياسه، وبسبب السياسه اللي انا شايفه ان هي يعني محتاجه معالجه ومحتاجه انتباه ومحتاجه شويه ان قداسه البابا يتنازل ويسمع شويه للشعب اللي بيصرخ وبيقول ان احنا تعبانين وان في حاجات غلط بتحصل. ممكن يكون قداسه البابا بيسمع لناس، وكتير ناس بشوفهم يحطوا مسجات على الفيسبوك وعلى الانستجرام وكده، رسائل من قداسه البابا بيرد عليهم. جميل، ده شيء جميل، بس هو يبقى اجمل لما نرد على الناس التعبانه، مش بس الناس اللي مش هتوجع دماغنا. يعني لو مثلا الناس ما عندهاش مشاكل في حاجه وبيبعتوا للبابا ويهنوه ويسلموا عليه ويطمنوا على صحته ويتكلموا معاه وجملات عاديه، جميل ان احنا يعني ان قداسه البابا يتنازل ويتواضع ويدي للناس دي وقته ان هو يرد عليهم. بس بجد الاجمل ان قداسه البابا يرد على الناس المجروحه، الناس التعبانه، خصوصا لو الناس دي هو شخصيا كان هو سبب في ألمهم او تعبهم بسبب قرارات ممكن يكون قداسته اصدرها واضرت بناس كتير. من الواضح ان قداسه البابا علشان مش بيسمع لاراء ناس او مش بيسمع للشعب اللي بيصرخ ده، الشعب طلع على السوشيال ميديا وبقى يصرخ على السوشيال ميديا، نتيجه ان رئاسه الكنيسه المتمثله في الاساقفه المسؤولين على الأبروشيات اللي خارج منها المشاكل، وقداسة البابا المسؤول على الأساقفة اللي المفروض ان هم يكونوا بيسمعوا للشعب اللي بيشتكي. فالمسؤولية متجزأة، مشاكل كتيرة. يعني مش انا هتكلم بمشكلة محددة، بس ان جنرال يعني مشاكل كتيرة، ناس كتيرة بطلع على السوشيال ميديا كل واحد بيحكي على مشكلته، وده لانه الأساقفة مش بترد، ما عندهاش وقت، في مواضيع مش بيتدخلوا فيها. فالشعب بيحاول يلجأ للبابا، البابا طبعا برضو مش بيرد، ان البابا مشغول، هو ديليجيتد اساقفة مسؤولين. فلما الاساقفة مش بترد اكيد البابا مش هيرد، فبالتالي الشعب مش لاقي حد خالص يسمعه، فالشعب بدأ يطلع يتكلم على السوشيال ميديا. فسبب تسجيل الفيديو بتاعي النهاردة اني عايزة اوجه يعني رسالة ل
طبعا قصة البابا، وعايزة اوجه رسالة للشعب. الموضوع بتاع الساعة اللي احنا حاليا كلنا بالذات في المهجر يعني عامل لنا disturbance فظيعة جدا، موضوع يعني تحرش اباء كهنة ببنات وبسيدات. بس قبل ما اتكلم في المشكلة نفسها اللي انا طلع اتكلم فيها، او يعني الكلمتين اللي عندي اللي عايزة اقولهم، خلونا بس نتفق على كده كام حاجة علشان وانا بتكلم تبقى الناس فاهمة انا بتكلم بأنهي عقلية. اي حد فينا بيشوف اي مشكلة بيمر عليها في حياته اكيد في يعني في عوامل بتأثر عليه وعلى طريقة تفكيره. فانا شخصيا هتكلم على المشكلة دي من كذا منظور. اولا ان انا بنت اب كاهن، لان اكيد دي حاجة يعني شكلت في حياتي كتير. الحاجة التانية اني انا واحدة من الشعب، لان انا عمري ما فصلت نفسي عن الشعب ولا عمري كنت يعني واخدة منصب في كنيسة. الحاجة التالتة اني انا واحدة متألمة، واحدة مجروحة من الكنيسة. الحاجة التانية اني انا واحدة يعني عايشة معظم حياتي خارج مصر، ممكن اكون يعني هتكلم شوية برضو بالعقلية اللي احنا عايشين بيها هنا، اللي بيحكمنا برضو قوانين وبيحكمنا عادات وبتحكمنا تقاليد، حاجات في المجتمع اللي احنا عايشين فيها. فلما نيجي نواجه مشكلة حصلت في الخارج اكيد هنتعامل وهنتكلم عليها بالعقلية اللي بتواجهها. لكن في نفس الوقت برضو انا انسانة مصرية، وانا انسانة متربية في اسرة يعني وسط اسرة مصرية تماما واسرة مسيحية، وبحترم جدا عاداتي وتقاليدي المصرية، وبحترم جدا اللي انا تربيت عليه سواء كان في الكنيسة او كان في بلدي مصر. ف كل التركيبة دي وانا بتكلم ياريت برضو تبقوا يعني حاطينها في دماغكم علشان محدش يجي يعمل يعني judgment على اللي انا بقوله، لان هو بس مجرد ان هو يعني مشترك معايا في حاجة واحدة منهم، مثلا هو عايش معايا مثلا برا، لكن هو لا هو ابن كاهن ولا هو كان عايش في مصر قبل كده، ولا هو متألم من الكنيسة، ولا هو حتى واحد من الشعب، لان في ناس كتيرة بتخش بتعلق غير مسيحيين من الاساس يعني. بس فده حبيت بس ان انا اكد عشان تبقوا فاهمين اللي بتتكلم بانهي عقليه. الحاجه الثانيه قبل ما يعني اخش في الموضوع نفس موضوع تحرش اباء الكهنه، في بس شويه نقط اتمنى ان احنا نتفق عليهم. مش لازم نتفق عليهم، بس حتى لو ما اتفقناش يا ريت نحترم ان في ناس كتيره مش انا بس بتفكر بنفس المنهج ده. لما بنخش على البوستات اللي بتحطها سالي بنخش بنقرا كومنتس كتيره قوي، فاوقات بنزعل من بعض، اوقات بنتنرفز على بعض، واوقات بنبقى يعني عايزين يعني سايرين جدا على بعض. فعشان كده حاولت ان انا برضو افكر واشوف طب احنا كلنا ليه مش متفقين، يعني مع انها المفروض ان هي قضيه يعني كبيره، المفروض ان هي قضيه كلنا بنرفضها، اي بشر عاديين بيرفضوها، واحنا معظمنا يعني ناس طبيعيه، فالمفروض احنا كلنا نخش نرفض الكلام ده. لكن ليه مش كلنا بنخش بنرفض الكلام اللي سالي بتقوله؟ ليه مش كلنا بنقول امين، او كلنا بن 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 بندعم او بنشجع اللي سالي بتقوله؟ ليه في ناس برضو بتخش وبتعترض وبتقول لا، مع انهم ناس ما يعرفوش حتى الاباء الكهنه دول خالص يعني؟ فزي ما بقول في شويه نقط نحاول ان احنا بس نفكر فيهم عشان ممكن يعني يفهمونا او يساعدونا في تقبل الاخر وراي الاخر. انا واحده من الناس قبل ما بخش واكتب اي كومنت او حاجه لازم افكر في اول حاجه، هل اللي انا هكتبه او اللي انا هقوله ده، او هل الموضوع اللي مطروح ده كله بالاسلوب ده هل يرضي ربنا ولا ما يرضيش ربنا؟ هل كلامي اللي هيطلع مني انا اللي انا شخصيا هقف قدام ربنا وهقدم حساب عليه، هل اللي انا بقوله ده هقدر ان انا اقف قدام ربنا واتكلم بنفس القوة ونفس الثقة اللي انا ممكن اكتب بيها الكومنت ده ولا لا؟ دي اول حاجة. الحاجة التانية، هل انا ممكن احط نفسي مكان غيري ولا لا؟ ولما بقول احط نفسي مكان غيري، مش بس احط نفسي مكان الاب الكاهن اللي بيتكلموا عليه او الكلام ده، كمان احط نفسي مكان الشخص اللي مجروح اللي بيتكلم. الحاجة الثالثة، انه مش كل الناس اللي داخلة بتحب الكنيسة، في ناس مجروحة. الناس المجروحة وداخلة بتحط كومنتس باين قوي ان هم ناس مجروحين، يعني في ناس داخلة بتتكلم وبتهاجم الاباء الكهنة وبتهاجم اللي بيعملوه الاباء الكهنة، بس بتحس من كلامهم ان هم ناس مش ضد الكنيسة، هم ناس مجروحة من الكنيسة، جرحوا من الكنيسة في حاجات تانية، فبالتالي عارفين ان الكنيسة ممكن يصدر منها امور بتجرحنا. وفي ناس كمان بتخش بتعلق وهم لا تعنيهم الكنيسة نهائي، ناس يعني حاسين ان هو ده دلوقتي الوقت اللي احنا نخش
نغلط في الكنيسة دي، سواء بقى عشان هم كارهينها، هم عندهم مشاكل في كان عندهم مشاكل معاها، او هم ناس اساسا غير مسيحيين خالص. ففي ناس خش بتتكلم وهم لا تعنيهم الكنيسة نهائي، بالعكس هم نفسهم يشوفوها في أسوأ صورها. الحاجة التانية لما نيجي برضو نخش ونكتب كومنتس ونتكلم، انا النهارده واحده قاعده على الفيسبوك زي اي حد، فجاه لقيت بوست كده من البوستات دي معديه عليا. انا بانهي حق عندي اتكلم؟ وانا بانهي يعني سلطان من حقي اني انا اتكلم وانا معيش اي دليل في ايدي؟ كايريني ماليش دعوه بسالي او باللي مع سالي، اللي عارفين ومفروض ان هم اتمنى يكونوا بيتكلموا معاهم، ده يعني دلائل في ايديهم. لكن احنا كشعب داخل ما يعرفش حاجه، ايه اللي يديني انا السلطان ويخليني اسمح لنفسي اني انا اتكلم وانا مش معايا دليل في ايدي؟ دي برضو حاجة نفكر فيها واحنا بنخش بنكتب وبنخش بنهاجم. الحاجة التانية يعني يمكن انا اتكلمت فيها في فيديوهات قبل كده باستفاضة، يعني اباء الكنيسة ما هماش ملايكة، كل الرتب في الكنيسة ما هماش يعني ناس فوق البشر، هم بشر زينا بيغلطوا. فياريت احنا لما نيجي نتكلم على اب كاهن ياريت نتكلم عليه كانسان، بس هو انسان. احنا بنقله كتير جدا جدا الاباء الكهنة، وانا بقول الكلام ده وانا شخصيا بنت اب كاهن، لكن ابونا مرقس عزيز علمني ان الاباء الكهنة هم بشر، ولا عمره غلط في اباء كهنة، يعني لا سمعته غلط في اباء كهنة، لكن برضو ما سمعتوش ابدا يعني بيمجد، وكان بيرفض حاجات كتيرة جدا كانت الناس بشوف بعيني، يعني يرفض ان الناس تبقى ماسكة في ايده وعمالة تبوس في ايده، كان بيرفض يقوم ساحب ايده ويقول لهم ويضربهم على راسهم. فانا يمكن مشكلتي الكبيرة بعيد عن موضوع سالي، حتى ان انا كنت بشوف في ابويا حاجات كتيرة جدا جدا اكتشفت ان هي مش منتشرة، ده انا اتربيت على ده من الراجل ده. بس احنا اللي لازم نحط الليمت، احنا اللي لازم نغير طريقة تفكيرنا. الاب الكاهن هو انسان عادي جدا، هو ممكن يغلط، مفيش مشكلة خالص ان هو ممكن يغلط، واحنا لازم نتقبل ده عشان ما نتصدمش لما يغلط انه هيغلط. ومش بقول ان كل الاباء الكاهنة وحشين، لا طبعا نهائي، وانا ما اسمحش لنفسي ابدا ان انا اقول الكلام ده، لكن انا بقول ان احنا لازم نحط الامور في وضعها الطبيعي. سيد المسيح نفسه تلاميذه يعني كانوا بشر، فكان منهم اللي بيغلط. نبص للاب الكاهن على ان هو ايوه مسيح الرب، والاب الكاهن هو فعلا يعني ما هواش انسان يتحاسب قدام ربنا زي ما انا ممكن اتحاسب قدام ربنا، هو يتحاسب على حياته على اسرته وعلى الوزنه بتاعته، بس الوزنه بتاعته اتقل من الوزنه بتاعتنا احنا، ان هو مسؤول على رعيه او مسؤول على شعب. فاكيد الشخص اللي هيتقدم قدام ربنا هيبقى مسؤول على كل الرعيه دي، لازم احنا نرفق عليه في اللي هو ممكن يكون بيمر بيه بما انه انسان زيه زينا، لكن مسؤوليته قدام ربنا اكبر مننا احنا كشعب. فلا احنا نقلله ولا احنا نقلل من احترامه ونقلل من دوره ونقلل من مجهوده. حاجة تانية، احنا كشعب ما احناش برضو كلنا ضحية، وما احناش برضو كلنا ابرياء، وما احناش برضو كلنا مظلومين، احنا برضو بنعمل حاجات كتيرة غلط في الاباء الكهنة وفي حق الكنيسة. في ناس طلعة تصرخ وطلعة تهاجم الاباء الكهنة على صفحة سالي وهم ما لهمش دعوة بحاجة، يعني لا هم ابدا الكنيسة مثلا اذتهم في حاجة، ولا هم يعني بيروحوا اصلا الكنيسه، هم مهمشين على الكنيسه بيروحوا كده يعني في الاعياد والمناسبات. يعني في ناس بتتكلم من الشعب عندهم اغراض شخصيه من اللي هم بيقولوا، وفي برضو ناس من الشعب مظلومين حقيقي، مجروحين حقيقي، مش عايزين ان هم يعني يجرحوا الكنيسه لكن هم كمان مجروحين. كل التركيبات دي داخله بتتكلم وداخله بتعلق على اللي سالي بتقوله. فياريت واحنا نتفاعل قوي وبننفعل قوي مع اللي بيتقال، ياريت نحط الحاجات دي في دماغنا ودايما نفتكر. انا لو وقفت قدام ربنا وسالني على الموضوع ده بالذات وسالني على الكلام اللي انا طلعته، لان اي كلمه بتتكتب على الصفحه دي لازم نعرف انها يعني تاثيرها مش ببساطه ولا بسهوله المسج اللي بنكتبها وندوس سند، لازم نعرف احنا بنعمل ايه في ناس، ولازم نعرف ان ربنا هيسالنا على اللي احنا بنعمله واللي احنا بنعمله. فانا لما اجي هتكلم في الموضوع، معلش اعذروني عشان بس انا بحب اقسم افكاري، فانا هتكلم في الاول على اللي سالي بتقوله وعلى اللي احنا كشعب بنردده،
وهتكلم بعد كده على موقف الكنيسه والكنيسه بتاعتي. فلو لقيتوني في كلامي ان انا ممكن يعني يبان ان انا مثلا واخده موقف شويه من اللي بيتقال على صفحه سالي او كده، ده لان انا يعني مش من طبعي ان انا بحب التشهير باي حاجه، وممكن اكون مش موافقه على اسلوب عرض القضيه بالطريقه دي، لكن انا مش معترضه ابدا على المبدا بتاع ان احنا نرفض الغلط وان احنا نرفض ان يبقى في وسطينا اباء كهنه متحرشين. فمعلش اسمحوا لي يعني ان انا اتكلم من وجهه نظري المتواضعه اللي مش لازم الكل يوافق عليه، لكن ممكن تكون وجهه نظري دي ناس كتيره برضو شعره بنفس المشاعر. اولا قبل ما اقول اي حاجه، مش طالعه عشان خاطر احكم على سالي ولا احكم على اي حد، انا طالعه اقول وجهه نظري في اللي بيحصل. قد يتفق عليها البعض وقد يختلف عليها البعض الاكثر، لكن انا بشوف ان انا من حقي ومن حق اي حد، بما انكم فتحتوا موضوع يمسنا كلنا، لان الكنيسه دي ما هياش ملك لفرد، انتم بتتكلموا على الكنيسه ككل. محدش يجي النهارده يقول احنا بنتكلم على اب كاهن واحد محدد والاباء الكهنه كلهم ما لهمش دعوه، احنا بنوجه المشكله لشخص واحد فاسد. المشكله انه انتم يمكن مش واخدين بالكم ان اللي انتم بتعملوه ده لا، هو بيأثر واثر بالفعل على كل المنظومه، سواء كان اللي فيها حلو او اللي فيها كان وحش. زي بالظبط كده لو حد مثلا داخل عايز يعمل عمليه وحد يعرفه وهو بيعمل العمليه دي توفى، اكيد لو انا داخله اعمل العمليه دي هفكر بدل المره 10 اخش اعملها ولا لا، ولو قدرت ما اعملهاش مش هعملها، علشان هيبقى في جوايا يعني خوف، وهيبقى في جوايا عدم ثقه، وهيبقى في جوايا تردد. فكل ده اللي احنا بالظبط بنعمله في الكنيسه، اللي احنا بنعمله في الكنيسه احنا متخيلين ان احنا بنتكلم على اب كاهن واحد، لكن احنا في الحقيقه واخدين في رجلينا كنيسه كامله بالحلو والوحش اللي فيها. والاخطر من كده ان احنا واخدين في وشنا ناس، وممكن يكونوا شباب، ممكن يكونوا اطفال، هم يعني على الحافه كده مستنيين حاجه علشان يمشوا. ففي ناس احنا هنسال عليهم قدام ربنا، مش علشان احنا بنواجه فساد، الفساد نواجهه نقول على الفساد فساد، لكن علشان اسلوب معالجتنا للفساد او للحاجة الغلط كان برضو غلط، وممكن يكون كان غلط اكبر كمان. فانا هتكلم مش عشان ادافع عن حد ولا عشان اغلط حد، لكن انا بقول وجهة نظري اللي بشوف انها من حقي اني اتكلم فيها. اي بيانات او اي كلام انا بقوله من خلال اللي سالي بتكتبه او من خلال الكومنتس، اللي برضو الكومنتس اللي بتتكتب دي بتظهر حقائق كتيره، مش شرط تكون سالي بتتكلم عنها. فهي سالي كانها عامله زي رئيس النيابه، والناس اللي بتكتب في الكومنتس عاملين زي الشهود. فاحنا لازم برضو لما نيجي نتكلم نسمع لده ونسمع لده، مش نسمع بس لرئيس النيابة اللي بيوجه اتهامات لشخص ونتجاهل انه ممكن يكون في شهود، يكون في ناس عارفة الاحداث اكتر من سالي نفسها، انهم عاشوها، من حقهم يدخلوا ويتكلموا، ولازم ان احنا نسمع للناس دي ونحترم رأي الناس دي وما ندلت لهمش مسجات، نخلي المسجات موجودة عشان يبقى في مصداقية وعشان يبقى في شفافية اللي احنا بنطالب بيها احنا كمان نمارسها في البوستات اللي بتتحط. فياريت اي حد برضو بيخش يقرا كده يبقى يدي نفس وقت ان هو يخش يقرا التفاصيل اللي ما بين السطور بتتكتب في البوستات. خش في الموضوع نفسه، سالي لما بدات تتكلم على موضوع التحرش في بدايه الكلام خالص كان عليها، هي اتكلمت عن نفسها وقالت ان هي وهي صغيره اي ثينك سنه 97 كان عندها يمكن 11 سنه في اب كاهن كان اتحرش بيها اثناء يعني جلسه الاعتراف، وهي ما يعني ما اتكلمتش في الموضوع ده غير بعديها يمكن بخمس سنين بدات ان هي تريبورت الموضوع. والموضوع انا ما اعرفش ليه اتفتح اليومين دولت بالتحديد، والبابا بالفعل شلح هذا الاب الكاهن ورجعه تاني حتى لاسمه العلماني. طبعا كلنا تفاعلنا جدا مع سالي، وانا واحده من اول الناس اللي طبعا يعني كنت يمكن مش عاجبني قوي ان احنا بنكسبوز الاباء الكاهنه على السوشيال ميديا، لكن طبعا تفاعلت جدا معاه، واكيد حاجه طبعا نرفضها تماما، لكن يعني كلنا رفضنا لان الضحيه تتحدث عن نفسها، انت كلمتي عن نفسك فطبعا كلنا صدقناكي حتى لو معكيش دليل بيقول اللي حصل، ان المواقف اللي زي دي اكيد مفيش عليها دليل
قطعي يقول ان في حاجه زي كده حصلت، غير لو كان في حد شاهد مثلا، ومعظم الاوقات ما بقاش في شهود في المواضيع دي. فكلنا تفهمنا موقف سهل وتصورنا ان الموضوع هيقف لحد كده، لكن الموضوع ما وقفش لحد كده. غالبا بعد ما يعني قضاة البابا وقف ابونا رويس اللي كان يعني متحرج بيها، غالبا يعني قالوا احنا لو هنطلع على السوشيال ميديا كل شويه ونبدا ان احنا نإكسبوز أب كاهن بكده، احنا هنجيب الحقوق الضيعة لناس كتيرة. وبدأوا ان هم يعني يتكلموا على كل أب كاهن حتى اللي هي مش متعلقة بيهم. اي أب كاهن، اي حد كان عنده مشكلة مع أب كاهن بقى يوصل لسالي البيانات، وسالي تقوم نشرة على الصفحة بتاعي. وبدأوا ان هم يعني يتكلموا على كل أب كاهن كان في الماضي 10-15-20 سنة كان حصل معهم حادثة معينة، بدأوا ان هم يرجعوا يفتحوا تاني الملفات بتاعتهم. ليه بنقلب في الملفات القديمة؟ انتي اتكلمتي عن نفسك واخدتي حقك، ليه الناس الضحايا التانيين محدش فيهم طالع بيتكلم عن نفسه؟ فاحنا برضو كيعني ناس اتفرض علينا ان احنا ندخل دلوقتي، من حقنا ان احنا كمان نسأل ونطرح شوية اسئلة وعايزين عليها اجابات. الناس التانيين، الضحايا التانيين هم فين؟ ليه محدش فيهم طالع بيتكلم؟ ولو هم مش عاوزين يتكلموا، انا متفهمة جدا ان ممكن يكون في منهم اللي يعني محرج ان هو يتكلم او حاسس بضغط نفسي ان اللي بسأله. لو انت فعلا اللي هتبقى تتكلمي عليهم، طب احنا كشعب عايزين نشوف حاجة زي كده، ان الناس دي بتفوضك حاجة رسمية بقى، لان احنا اللي بنتكلم فيه ده دلوقتي امور يعني official، ما ينفعش نكون بنتكلم في المواضيع دي كده بصورة يعني ودية. لا، لان العقاب اللي هينزل على الناس دي بناء على الكومنتس بتاعنا والضغط بتاعنا على الكنيسة، حاجات رسمية، حاجات هتأثر على حياة ناس وعلى أسرهم وعلى معارفهم وعلى قرايبهم وعلى يعني شعب كنايسهم. فدي مواضيع كبيرة. فزي ما هي مواضيع كبيرة، احنا كمان نحب نشوف من اللي بيطرح المشكلة ده اولا ان هو عنده الحق ان هو يتكلم على كل الضحايا دي. فلو سالي النهارده هي الادفوكيت على كل الناس دولت، وهي اللي بتتكلم بالنيابه عنهم، احنا عايزين نشوف بيان رسمي، اي حاجه، توكيل من الناس دي يقول ان احنا بنوكل سالي انها تتكلم بالنيابه عننا. يعني زي ما انتم بتطلبوا ان يحصل اجراءات قانونيه مع الكهنة دولت، انتوا كمان بتعرضوا نفسكم للمساءلة القانونية. لو النهاردة جه اب كاهن قال اللي بيحصل ده كله غير قانوني، وانا معايا اثباتات بتقول ان الكلام ده كله كان قديم واوريدي اتحقق معايا، واوريدي انا اتاخدت عقابي، واوريدي انا اثبت عكس كده، ساعتها الاب الكاهن ده لو حب ان هو يطلع النهاردة يرفع قضية على سالي او على اي حد كان قال كومنت جارح في النص، من حقه، ومحدش يقدر ان هو يلومه، لان اللي بنتكلم فيه ده هو سمعة ناس وتشهير بناس. طبعا انا واحدة من الناس اللي هقول بمنتهى الصراحة، أنا أؤيد جدا إن إحنا نحارب الفساد، لكن أنا شايفة إن ده أسلوب لا يليق، إن إحنا نإكسبوز كل شوية أباء كهنة بالطريقة دي حتى لو هم فعلا غلطانين. أنا بشوف إن ده أسلوب مش صح. متفهمة جدا مشاعر الناس، ناس التعبانة، لكن برضو إحنا بنجرح معانا ناس كتيرة تانيين هم برضو ملهمش ذنب في اللي بيحصل ده كله. فاللي إحنا بنحاربه عشان إحنا تعرضنا له، بنعرض برضو ناس تانية ليه بنفس الطريقة، أو يمكن كمان بطريقة أصعب ويعني فيها ألم أكتر. غالبا يعني لما البابا أخذ موقف من الأب الكاهن اللي هو تحرش بسالي، غالبا سالي أو الناس اللي مع سالي تخيلوا إن إحنا لما هنإكسبوز كل شوية أب الكاهن بالطريقة دي هنضغط على الكنيسة، وبكده الكنيسة يعني تشلح كل الأباء الكاهنة دول. وطبعا ده سيستم أنا شخصيا برضو أرفضه، لأنه مش هو ده اسلوب الكنيسه. يعني اكيد احنا برضو نرفض ان الكنيسه تبقى برضو ماشيه بلوي دراع وماشيه بالفضايح عشان نبدا ان احنا ناخد حقوق، لان الناس ما تعرفش التفاصيل، ما حدش فينا عارف تفاصيل، احنا داخلين بس نتكلم. ما نعرفش اذا الكنيسه اخذت موقف زمان ولا لا، ما نعرفش اذا الكنيسه حاليا بتاخد موقف واحنا مش واخدين بالنا واحنا مش دارينين ولا لا، لكن المظهر العام ان احنا بندي ايحاء ان ابداوا شهروا، لان انتم مش هتوصلوا لاي حاجه. الحاجه الثانيه، سالي بتستند على حاجتين لما بتحط بوست، بتستند على جوابات ممكن تكون رايحة للشعب بتاع الكنيسة دي، اي كنيسة يعني هي بتتكلم عليها، بتستند على الجوابات اللي الأساقفة بيصدروها او الايميلات اللي الأساقفة بيصدروها وبي
وجهوها للشعب علشان يعرفوهم مثلا الاب الكاهن ده دلوقتي موقوف, او الاب الكاهن دلوقتي احنا بنحقق معاه, او يعني اجراءات اللي بتتم ما بين شعب الكنيسه دي وما بين الكنيسه. فبتستند على الجوابات اللي بتيجي للشعب, ودي في متناول يد الجميع, اي حد ممكن يبعتها لسالي. لكن بتستند كمان على جوابات خارجه من المجالس الاكليريكيه. الجوابات اللي خارجه من المجالس الاكليريكيه دي عليها علامات استفهام كبيره, مين اللي في سلطانه ان هو يخرج جلسات سريه من داخل الكنيسه لسالي؟ الموضوع اكبر كتير جدا من ان احنا بس وي ار اكسبوزنج اباء كهنه. الموضوع اكبر بكتير من ان احنا بس بنشهر باباء كهنه عشان نواجه الفساد. انا حاسه ان احنا بنواجه الفساد اللي ممكن يكون فعلا حقيقي موجود, بس بنواجهه علشان نخرج فساد اكبر هيمس الكنيسه كلها واحنا مش واخدين بالنا. لان ان احنا نقاوم الشر بالشر مش هيقود لحاجه غير لشر. مش معنى كلامي ده اللي ممكن تكون الناس كلها فاهماه ان انا بقول لا لا احنا نسيب التحرش يستمر, لا لا احنا نخبي على الاباء الكهنه اللي غلطانه, نسامح ونغفر لكل اب كاهن متحرش وبيعتدي على ناس ومستغل ثقه الناس فيه كاب كاهن ورتبته, وان احنا نقول على الكلام ده صح والكلام ده يستمر. اكيد لا, لكن انا مقتنعه ان في اسلوب ادمي قانوني انساني مسيحي ممكن نتبعه غير كل اللي احنا بنعمله ده. لان كل اللي احنا بنعمله ده لو النهاردة احنا شايفين ان هو ده الصح وهو ده اللي لازم نعمله واحنا بنتكلم بسلطان ومعانا الحق ومعانا كل ده, هيجي وقت هندفع ثمنه. فكل اللي النهاردة حاطط نفسه في الاثوريتي ان هو يعمل الكلام ده كله وبيكلم من الكتاب وجايب ايات من الكتاب وعمال بيحارب من الكتاب وبولس الرسول قال وبولس الرسول عمل وبولس الرسول واجه المشاكل دي, كل الكلام ده جميل, بس كل ده كان بولس الرسول اللي بيتكلم باثوريتي من ربنا, اللي بيتكلم بايحاء من الروح القدس, اللي في الاخر استشهد على اسم المسيح. هل احنا اللي احنا بنعمله ده كله بنعمله باثوريتي من ربنا؟ هل بنتكلم بالروح القدس هي اللي بتقودنا, اللي بتخلينا نشتم بعض في الكومنتات وما نقبلش ان احنا نسمع حتى لبعض, ومش حاسين بجروح الناس اللي ممكن تكون بتتضر ونقول ان احنا بنعمل زي بولس الرسول؟ هل احنا من كتر حبنا في الكنيسة وفي الايمان ممكن ان احنا نستشهد على اسم المسيح زي بولس الرسول؟ فياريت برضو واحنا بنكتب الكومنتس دي ياريت برضو نحط الكلام ده in the back of our mind واحنا بنتكلم على امور هتعرضنا احنا شخصيا فيما بعد لمشاكل احنا مش قدها, لان مفيش حاجة بتتعمل ربنا بينساها. برضو احنا بنرد على الكومنتس اللي مكتوبة, اوكي. لازم برضو ناخد بالنا ان اللي بيتقال اوقات يعني كلام ملوش علاقة بالحقيقة خالص. يعني تلاقي مثلا حد داخل سالي تكون مثلا كاتبة في اول البوست كاتبة ان هو سكشوال هراسر, نخش تحت في الكومنتس نلاقيه فجأة اتحول من سكشوال هراسر لبريدتر, اتحول لبيدوفايل, اتحول لريبست. كل ده يعني هو كل ده ممكن يكون في اب كاهن والناس كلها مش واخدة بالها. يعني الانسان المريض يا جماعه اللي عنده فعلا امراض يعني مخلياه اوت اوف كنترول ده اكيد عنده حالات كتيره, اكيد عنده بدل الحاله 3 و4 و5. لكن لو حد عمل حاجه غلط ليه على طول بنحولها من ان هو ممكن يكون عمل خطا معين, نزوه معينه, ليه على طول بنحولها لانه متحرك انساني؟ دي برده بتدينا ايحاء ان اللي بيتقال ده مش صح. فلما نلاقي ان البوستات فيها كلام متناقض كتيره برضو من حقنا ان احنا كشعب ان احنا نفكر. كل ده معناه ان احنا داخلين في النص ومش فاهمين اي حاجه وعمالين بس بنتكلم في الهيصه مع الناس واحنا مش عارفين اي حاجه. فاحنا عاملين زي اللي قاعدين في قعده نميمه, بس قعده نميمه يعني ايه فورمال شويه, بس هو ده اللي احنا بنعمله, قعده ادانه ونميمه, واحنا معناش اي ادله في ايدينا ابدا على اي حد من الاباء الكهنة دول. عشان ما اطولش عليكم, الاباء الكهنة اللي سالي كانت بتتكلم عليهم اول اب كاهن انا مش هتكلم حتى عليه لان خلاص المفروض الموضوع بتاعه انتهى, ابونا رويس, والمفروض ان خلاص يعني هو الراجل رجع تاني لاسمه العلماني فما بقاش اب كاهن وساب الكنيسة خلاص.
المفروض. الاب الكاهن التاني اللي اتكلمت عليه هو ابونا صموئيل بولس، وانا هخلي ده للاخر خالص، ان انا ابونا صموئيل بولس شخصيا انا اتعاملت معاه لما جالنا الكنيسه، فانا هتكلم عليه لوحده في الاخر. الاب الكاهن التالت هو ابونا شنودة نور. انا مش هتكلم على اللي هي قالته، يعني مش هخوض في اللي هي اتكلمت فيه، انا مش عايزه اعيد الكلام تاني لان انا ما اعرفش اي حاجه عن مصداقيته. لكن اللي اتقال انه سنه 2000 نيابه الانبا بشوي الله ينيح نفسه كان ناس اتقدموا له ببلاغ ضد ابونا، فنزله من رتبه اب كاهن لرتبه شماس مكرس سنه 2004. قدست البابا شنودة الله ينيح روحه شلحه. 2013 قدست البابا توادرس في حبريته رجعه تاني يبقى كاهن في لندن عند نيابه الانبا انجيلوس. فطبعا الكلام ده كله مش واضح، الكلام ده كله يعني في شويه تناقض انا بشوف. يعني هو 2000 نزل من رتبه اب كاهن لشماس مكرس، هو لما كان شماس مكرس هل يعني كان لسه كاهن؟ ما اتخدش مع الاجراء ده سنه 2000 مثلا لما نزل رتبه اب كاهن، فبرضه دي حاجات احنا مش فاهمينها. وبعدين قداسة البابا يرجعه في 2013، طيب بناء على ايه رجعه؟ ففي حاجات مش مفهومه، احنا داخلين بس بنتكلم واحنا مش فاهمين تفاصيل اي حاجه، بس عمالين نقطع في فروه هذا الاب. في ناس طبعا دخلت قالت لا ابونا ده بار جدا جدا، وابونا ده استحاله يحصل معاه الكلام ده كله. طبعا الناس دي اللي هم يعرفوا ابونا واللي هم شايفين ابونا بصوره معينه، فبالتالي طبعا هم مش هيقولوا عليه غير اللي هم شافوه، وده امر طبيعي، لازم برضو نحترم يعني عقليه الناس دي. طبعا الناس اللي بيقولوا الكلام ده بيدخلوا بقى ناس ثانيه يردوا عليهم يقولوا لهم ما هو اصل الاب الكاهن المتحرش ده مش معنى كده ان هو يعني بيتحرش بكل الناس، فانتوا شفتوه في الوقت اللي هو كان فيه يتصلح وبقى كويس. وطبعا هما مش متقبلين ان هو ممكن يتصلح، يعني هما شايفين ان هو طالما غلط مره يعني it's one for all، زي كده مثلا دكتور موت حد، فطالما موت حد يبقى ده ممنوع ان هو يمارس الطب نهائي في حياته، هو ده هما باصين له ان هو كده يعني. فدخلت واحده ثانيه قالت انا برضو من السيرفايفرز، هي برضو كان حد اعتدى عليها قبل كده مش من الكنيسه يعني، بس دخلت وقالت انا مقدره جدا مشاعركم ومقدره جدا ان في ناس مجروحه، بس انا اتعاملت مع هذا الاب الكاهن شخصيا وانا عارفه يعني ايه تحرش وعارفه يعني ايه حد يكون يعني متحرش، بس انا ما اعتقدش ان هذا الاب الكاهن متحرش. هو كان فعلا في قضيه اتعملت له سنه 2000، لكن القضاء ما اتهمهوش بحاجه، القضاء برئه من القضيه دي. فده كلام ناس من الشعب، فزي ما احنا بنسمع لكلام سالي لازم برضو ان احنا نسمع للشعب اللي يعرف الاب الكاهن ده واللي يعرف الاحداث اللي احنا ما نعرفش عنها حاجه خالص. بس في ناس بالفعل عاشوا الاحداث، سالي ممكن يكون ناس ولاد حلال بيجيبوا لها كده اوراق عشان هم عاوزين يتخلصوا من الاب الكاهن ده، عشان هم زعلانين من الكنيسه علشان الكنيسه سمحت الاب الكاهن ده، فالنهارده عايزين بعد 20 سنه يرجعوا برضو ينتقموا من هذا الاب الكاهن، فيقوموا مديين لسالي الورق تفضلي كذا كذا كذا، والجواب اهو اللي اتقال عليه ان هو اتوقف، اللي هو خارج المفروض ان هو في المجلس الكليريكي يبقى في سريه تامه، لكن برضو خرجوا الجوابات دي كلها وبداوا ان هم يرجعوا يشهروا بهذا الاب الكاهن اللي اوريدي في سنه 2000 ولا 2004، يعني هو اوريدي سنه 2000 و2004 و2013 مر بكل الاهانات اللي مصحوبه بقرارات العزل والتحقيق والتشنيع بالكلام، كل ده مر بيه 3 مرات، فاحنا مش مكفينا نرجعه تاني في 2020 علشان نقوم بقى يحطينها قدام الناس كلها، اللي يعرف واللي ما يعرفش، هنقوم نخلي حياة هذا الإنسان بأسرته بأصدقائه بقرايبه بمعارفه بالشعب اللي كان بيخدمه، هنخلي حياتهم كلها جحيم عشان احنا بنحب الكنيسة وعاوزين ننظف بيت ربنا باسلوبنا. كان في جواب محطوط عند ابونا بشوي سلامه والجواب ده اتسحب، واضح ان في حد قال لهم شيلوا الجواب ده، غالبا ده كان جواب خارج من المجلس الكليريكي او كان جواب فيه الحكم اللي كان صادر عليه، معرفش ايه اللي حصل، بس الجواب ده اتشال مش محطوط انيمور ولا عندها ولا عند صفحه ابونا بشوي سلامه. فالجواب الحاليا موجود على الصفحه بتاعت سالي، هو جواب من نيابه الانبا انجيلوس اسكوف لندن، وكان جواب صدر يوم 31 اغسطس السنه دي، وبيقول فيه انه علمت بوجود اضطرابات بين بعض ابناء الكنيسه نتيجه طلب نيابه المطران الانبا بولا توقف ابونا شنودة نوار عن الخدمه مؤقتا
تم تقديم هذا الطلب نتيجة لمعلومات بخصوص أبونا شنودة والفترة التي خدم فيها في أستراليا. تم تقديم هذا الطلب بهدف ضمان سلامة شعب الكنيسة. عندما علمت بهذه المعلومات ومن منطلق الأمانة لكل من كنيستكم الحبيبة وأبونا شنودة نفسه، قمت بنقلها إلى نيافة المطران الأنبا بولا بصفته المشرف على الكنيسة الذي أوكله على خدمتكم أبونا الحبيب قدس البابا الأنبا توادروس الثاني. أثناء النظر في هذه الإدعاءات لن يكون من المناسب أو من العدل التعليق عليها، ولكن أشجعكم على أن تكون لديكم الثقة في أن هذا القرار قد تم مع أخذ مصلحة الكنيسة كل في الاعتبار. وبعدين يعني بيقول ان هو يعني بيحزنه ان في اضطرابات موجودة في الكنيسة، وثقوا ان الكنيسة هتنظر في الموضوع ده بكل جدية لمصلحة الشعب. واضح ان الناس مستاء، لو انا فاهمة غلط بس اللي انا فاهماه يعني، علمت بوجود اضطرابات بين بعض ابناء الكنيسة نتيجة طلب الانبا بولا توقف ابونا شنودة نوار عن الخدمة مؤقتا. فده معناه ان شعب الكنيسة نفسه اللي انتم المفروض ان انتم بتحموا شعبها معترض على اللي انتم بتقولوه. فانتم بتتكلموا يعني وقفتوا هذا الانسان للمرة كام بيتوجه للتحقيقات، شعبه نفسه المفروض ان هو بيقول احنا مش عاوزين الكلام ده يحصل، احنا مش مصدقين في الكلام ده. احنا مدين نفسنا الحق ان احنا نحكم على هذا الاب الكاهن. بانهي صفة احنا بنحكم عليه؟ بانهي حق احنا بنحكم عليه؟ وبانهي حق الناس اللي داخله بتتكلم مش عامله في اعتبار ان شعبه رافض؟ الشعب اللي هم يكون هم يعني بيتكلموا عشان عاوزين يحموه، الشعب نفسه رافض. مين بيدينا الحق ده؟ مين فينا يقدر يقف قدام ربنا ويقول له ان هو كان مشترك في اللي بيحصل دلوقتي في الكنيسة؟ الاب الكاهن الرابع ابونا يوسف شحاتة. انا طبعا برضو ما اعرفش ايه اللي حصل مع ابونا يوسف شحاتة، زي ما انا ما اعرفش ايه اللي حصل مع ابونا شنودة نوار، زي ما انا ما اعرفش برضو ايه اللي حصل بالظبط مع ابونا رويس غير اللي سالي قالته وكانت كاتباه على البوست بتاعها. هذا الاب الكاهن ابونا يوسف شحاتة، هي قالت ان في عدد معين من الناس كانوا قالوا ان هو يعني ما اعرفش بقى عمل ايه، ومنهم اللي عمل تقارير كتابية ومنهم اللي ما عملش تقارير كتابية، ودي برضو حاجة عليها علامة استفهام. طب ما هو موضوع سيريس قوي كده، ليه مش كل الناس اللي متضررة تعمل تقارير كتابية وتكتبها وتتقدم بيها؟ الحاجة التانية برضو اللي يعني لازم تطرح نفسها هي كل الناس دي مش بس ليه ما بتتكلمش عن نفسها، لكن كل الناس دي ليه مش بتقدم شكاوي في البوليس؟ يعني ليه كل الناس اللي بتتعرض لتحرش جنسي يعني ليه مش بيعملوا بوليس ريبورت في وقتها؟ يعني النهارده مثلا لو انا عندي بنت اب كاهن اتحرش بيها ولا اعتدى عليها، ممكن اروح الاول اكلم طبعا اوثوريتيز الكنيسه، ممكن اروح اكلم الاسقف، لكن لو ما لقيتش الاسقف ده اداني رد في ساعتها، ما لقيتش الاسقف ده حل لي المشكله في ساعتها، اكيد مش هستنى سنين وسنين 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 عشان خاطر اتكلم في الموضوع. ليه ما اروحش على طول اعمل بوليس ريبورت؟ ليه يعني حتى لو هنقول المواضيع دي حصلت زمان، هل زمان كان عادي ان ممكن حد يتحرش ببنت من 15 او 20 سنه كان اوكي التحرش الجنسي؟ يعني ازاي اللي حصل مع ابونا يوسف شحاتة؟ زي ما قلت ان هي قالت ان في مجموعه من الناس قالوا ان هو يعني حصل منه تحرش او whatever اللي هي كانت بتقوله، لكن في منهم ناس عملوا ريبورت مكتوب وفي ناس ما عملوش. طبعا احنا لا شفنا الناس اللي عملت وبنسمع عن الناس اللي ما عملوش، احنا ما شفناش اي حاجه غير اللي سالي بتكتبه، تمام. لكن في حاجه انا شخصيا لفتت نظري في موضوع ابونا يوسف شحاتة اللي هي حطاه في الصفحه، حاطه جواب ماضي عليه الانبا كراس بتاريخ 17 ديسمبر 2019، جواب بالعربي وجواب بالانجليزي، قرار ايقاف عن الخدمه، قرار مؤقت. لما اتقدم مع بعض العائلات اتقدموا بالشكاوي لنيافه الانبا كراس، فنيافه الانبا كراس قرر ان هو يوقفه عن الخدمه مؤقتا وتحويله للمجلس الاكليريكي، وطبعا وقفوا عن الخدمه لحد ما التحقيقات تنتهي معاه مع المجلس الاكليريكي. ابونا يوسف شحاتة ماضي هنا سالي حاطه دوريه كاتبه عليها من تحت ان هو اكنولج اند ساين، غالبا عايزه تقول للناس ان هو يعني معترف، فان هو ماضي يعني هو عارف ان هو هيتحقق معاه. طب هو يا جماعه ما ده طبيعي، يعني النهارده لو انا مثلا عملت حاجه غلط في شغلي وهتقدم للتحقيق في جهه تانية هتحقق معايا وشغلي وقفني، ما هو لازم يمضوني ان انا موقوفه وان انا مدركه ان انا موقوفه
وان في اجراءات هتتم ضدي، لازم هم يبرئوا موقفهم، فهم لازم ياخدوا موافقته او لازم يعرفوه ويمضي ان هو عارف ان هو هيتحقق معاه. فانا مش شايفة ان ده في اي حاجة بالدين ابونا يوسف، هو حتى لو مقتنع ان هو مش عامل حاجة لازم برضو يمضي على الجواب ده مجبر اخاك لا بطل، يعني لازم يمضي علشان دي اكنولجمنت. لكن هل ده معناه ان هو فعلا موافق على الكلام ده؟ اكيد طبعا لا، ده مش معناه ان هو موافق على الكلام ده، مش معناه ان هو معترف على نفسه ولا معترف بالتهم اللي منسوبة لي. نفس الانبكراس، نفس الانبكراس ده اصله يعني برضو لي، انا سايبه ابونا صميم للاخر، ونيابه الانبكراس برضو يعني معلش في حاجه انا شخصيا عايزه اضيفها على نيابه الانبكراس اتكلم برضو فيها لما اتكلم عن ابونا صميم. يوم 28 يوليو 2020 السنه دي نيابه الانبكراس يعني لحق نفسه قبل ما سالي تنزل على صفحتها اي حاجه على ابونا يوسف، قام هو على طول وقفوا عن الخدمه من الابروشيه بتاعته الدايسس بتاعه بنسلفانيا. فهو طبعا ما وقفوش تماما يعني ما شلحوش، بس هو مشاه من عنده من الابروشية بتاعته. اوكي طبعا دي حاجة زعلت جدا 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 سالي وكل الناس اللي يعني متعاطفة مع الكلام اللي سالي بتحطه، ازاي وازاي ابونا ده يتوقف بس من الخدمة في المنطقة دي او في الابروشية دي، بس ممكن نوديه ابروشية تانية مع ناس تانية، احنا كده بنعرض عائلات تانيين للخطر، انتوا بتاخدوه من هنا تحطوه هنا. طبعا كلام منطقي جدا، لكن مش كل الكهنة يا جماعة مدانة فعلا. في اباء كهنة ممكن يكونوا ما عملوش حاجة خالص، بس الشعب قال عليهم اي تهمة. الشعب لما بيتهم اب كاهن لاسقف بالذات لو الانبكراس، وانا بقول الكلام ده وانا اسف ان انا بقوله، بس انا بقول الكلام ده وانا بدل الاثبات عندي 10. انا قلت قبل كده يمكن في فيديو قبل كده ان انا عامله فيديو على اللي حصل مع ابونا مرقص عزيز، عامله 5 اجزاء، الجزء الثالث او الرابع مش متذكره تقريبا كله على الانبكراس لوحده، فقط على الانبكراس. كون ان الانبكراس اصلا يمضي على الجواب ده، انا في حد ذاته كده الجواب ده كله انا شخصيا كأريني، انا الجواب ده لا يعنيني خالص، وانا بشكك في مصداقية هذا الكلام وبشكك في التحقيقات وبشكك في كل حاجة تخص هذا الاب الكاهن لمجرد ان هو تحت نيابة الانبكراس. ليه بقى بقول الكلام ده؟ لان نيابة الانبكراس يبيع اي اب كاهن في ثانية، يبيع اي اب كاهن في ثانية قدام الشعب.